انطلاقا مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. الأحوال الجوية والطقس مع رجاء رمزي، تفضل. شكرا نهى، شكرا إيمان. مشاهدينا توقعات خبراء طقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم. أيضا هنا نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 29، الصغرى فيها 18، الإسكندرية العظمى فيها 27، الصغرى 17، مطروح العظمى فيها 26، الصغرى فيها 16، أما بورسعيد فالعظمى فيها 24، الصغرى فيها 16، الإسماعيلية العظمى فيها 29 والصغرى 18، السويس العظمى فيها 29، الصغرى فيها 18، جو مائل للحرارة. أما العريش العظمى فيها 25، الصغرى فيها 15، طابة 27، 20، شرم الشيخ 31، 23، أما الغردقة العظمى فيها 31 والصغرى 21. إلى محافظة الأقصر العظمى فيها 35، الصغرى فيها 21، أسوان 36، 23، الوادي الجديد 34، 22، شلاتين 31، 22، وأخيرا حلايب 28 هي العظمى، أما الصغرى ف 22. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.